وزير الداخلية متفقدا مكتب تحسين خياط: مهمتنا القبض على الفاعل. وزارة الداخلية رح تقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية. مجلس الشورى العسكري التركي يجتمع، وجولن قد يطلب اللجوء إلى مصر. أوباما يحشد لكلينتون ضد ترامب المدمر. طاب يومكم. جولة تفقدية قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق في مكاتب رئيس مجلس إدارة الجديد تحسين خياط، حيث عاين عن كثب آثار الرصاص الذي استهدف المبنى والمكاتب. وأشار المشنوق إلى أن الزيارة هي للمعاينة من جهة، ومن جهة أخرى للتأكيد أن الوزارة ستقوم بكل واجباتها ولن تتهاون في التحقيق، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هكذا اعتداء. وزير الإعلام رمزي جريج طالب من جهته بضرورة احترام الحريات الإعلامية وعدم التعرض للإعلاميين ومؤسساتهم. وعلى خط التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي في الزعرور، ادعى القاضي صقر صقر على 3 نقباء و4 مؤهلين أول في قوى الأمن بجرم الإهمال. إذن وزير الداخلية أكد من مكاتب مجموعة تحسين الخياط أن القوى الأمنية تعمل لإلقاء القبض على مطلقي النار، وأن الوزارة ستقوم بواجباتها بصرف النظر عن المسائل السياسية. بعد موقفه الرافض لحديثة إطلاق النار التي تعرضت لها مكاتب مجموعة تحسين الخياط قبل يومين، عاين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المكاتب مطلعا على الأضرار التي أصابتها. وبعد استماعه من المدير الإداري في قناة الجديد إبراهيم الحلبي، ومن مديرة الأخبار مريم البسام، ونائبة رئيس مجلس الإدارة كرمة الخياط على تفاصيل الاعتداء، أكد أن وزارته والأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها لتوقيف الفاعلين ووضعهم أمام القضاء. وزارة الداخلية رح تقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية لإكمال التحقيق و توقيف الفاعلين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه. رجع أكد أول وجديد، رحنا باستنادا للقانون اللبناني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة باعتبارها حالة تتابع ونصل فيها لنتيجة أيا كانوا الفاعلين، وهذه مسألة لن نتركها، لأنه هذه مسألة هي ثاني مرة بتتكرر. بصرف النظر عن الفرق بين المكاتب الشخصية لمجموعة تحسين خياط أو لتلفزيون نيو تي في، وهذا مسار لا يجوز أن يستمر ويجب على الفاعلين أن يدفعوا ثمنه بالقانون. كان يعني إلى متى سيبقى هذا السلاح متفلت بهذا الشكل؟ أستاذ عريض، هلا نحن ما عم نحكي عن حل مشكلة البلد، السلاح المتفلت جزء من الحالة السياسية بالبلد، مش جزء من الحالة الشعبية، وبالتالي هذا السلاح مهمتنا نحن ضبطه لما ضبطوا ومحاسبة اللي عم يستعملوه، لما يكون الأمر بيتعلق بإيذاء مواطنين عن سابق تصور وتصميم، سواء كانوا هالمواطنين رجال أعمال أو بطبيعة الحال إعلاميين، اللي نحن حريصين على حرية الإعلام وعلى أنه يقوم بواجبه كاملا دون أن يتعرض لتهديدات سواء بالسلاح أو بغير السلاح. عم نتابع مع القوى الأمنية كافة التفاصيل. حتى الآن القوى الأمنية يعني ذكرت أو وصلت بتحقيقاتها لأنه حددت إذا بدك مواصفات السيارة اللي كان فيها مجهولين وأطلقوا النار. عم يتحروا إذا بيقدروا يجيبوا الرقم اللوحة تبعها حتى يعرفوا انه لمين بتتبع. وبصراحه يعني كل القوى الامنيه الاجهزه الامنيه عم تتابع شغلها،
ونحن ناطرين يعني اخر ما توصلوا اليه، وهن يعني عم يعطونا تباعا يعني كل النتائج اللي عم تطلع. المشنوخ أشار إلى أن هوية الأشخاص غير واضحة بعد، أما المسائل السياسية فهي من شأن الأطراف المعنية بها. وكان مبنى مجموعة تحسين الخياط قد تعرض ليلة الاثنين الثلاثاء لإطلاق نار، وأصيبت المكاتب بشكل مباشر ب21 رصاصة. باسل العريدي، قناة الجديد. إلى ذلك، استنكر وزير الإعلام رمزي جريج الاعتداء الذي تعرض له مكتب رئيس مجلس إدارة الجديد تحسين خياط، مشددا على ضرورة احترام الحريات الإعلامية، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم ومعاقبتهم، وإلى وضع حد نهائي لأعمال العنف ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا أن أي اعتداء على أي مؤسسة إعلامية يشكل اعتداء على الحرية الإعلامية المكرسة في الدستور وفي تراثنا الديمقراطي. أجرى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ اتصالا بكل من رئيسي مجلسي الإدارة في الجديد والأن بي أن تحسين خياط وقاسم السويد، متمنيا عليهما وقف الحملات المتبادلة بين القناتين واعتماد خطاب هادئ وتبريد الأجواء الإعلامية. وشدد محفوظ على ضرورة تبني الحوار في معالجة الخلافات على قاعدة الموضوعية ودقة المعلومات وضمن الأطر التي يحددها القانون الذي يحظر التشهير والتحريض ضد أي شخص مسؤولا كان أو إعلاميا. وفي اتصاله مع خياط، استنكر محفوظ إطلاق النار على مكاتبه، محذرا من دخول أطراف ثالثة على خط السجال عبر أفعال من هذا النوع. ادعى القاضي صقر صقر على 3 نقباء و4 مؤهلين أول في قوى الأمن الداخلي في جرم الإهمال في القيام بالوظيفة وعدم تنظيم محاضر ضبط في حق أصحاب محطات الإنترنت غير الشرعي في الزعرور، وأحال صقر الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول. وكان القاضي حمود قد أعطى الإذن بملاحقة الضباط المدعى عليهم. قال لواء جميل السيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: رئيس أو لا رئيس، مجلس أو لا مجلس، حكومة أو لا حكومة، لن يتغير شيء في هذا البلد المحكوم بالإعدام إلا برحيل هذه الطبقة السياسية من أساسها. من جهة أخرى، رأى السيد أنه أيا كانت خلفيات إطلاق النار على مكاتب الأستاذ تحسين خياط، فإن العمل مدان وجبان ويستوجب قيام القضاء والمؤسسات الأمنية فورا بملاحقة الفاعلين، سواء تصرفوا على أساس فردي أو بناء لأوامر وتوجيهات. رأى وزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماع الأول للجنة المبادرة الدولية للتمويل الجديد أن وجود ما يقارب 1.5 مليون نازح سوري يجعل المجتمع الدولي ملزما وليس مخيرا بالوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا. رغم كل العوائق الدستورية والسياسية في لبنان، فإن القوى السياسية مجتمعة، وأنا أكدت على هذا الأمر بالأمس في مجلس الوزراء، كل الكتل السياسية اليوم في لبنان ملتزمة التزاما وثيقا بأنه عندما يكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات جدية وعقد جلسات للمجلس النيابي أو الحكومة، فأنها ملتزمة بالحضور وإقرار مثل هذه المشاريع. اجتماع للمجلس العسكري التركي وفتح الله جولن قد يغادر الولايات المتحدة لاجئا إلى مصر. التأم مجلس الشورى العسكري التركي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم للمرة الأولى في مقر رئاسة الوزراء في أنقرة، وكانت قد سبقت الاجتماع استقالة 2 من قادة الجيش 4 الكبار في تركيا احتجاجا على موجة الإقالات بعد تسريح ما يقارب 1700 عسكري لدورهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز. إلى ذلك، قال وزير العدل التركي إن الداعي المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة من الممكن أن يكون قد هرب إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر التي أعلنت أنها ستدرس طلب جولن إذا ما طلب اللجوء إليها. أما وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو فأعلن أنه جرى تسريح 88 من موظفي الوزارة في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة ممن يشتبه بأنهم أنصار جولن. وسرحت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل أو بدأت التحقيقات مع عشرات الألاف في مؤسسات الدولة، بما في ذلك
الوزارات والقوات المسلحة والشرطة للاشتباه بوجود صلات تربطهم بجول وحركته. وشملت حملة الإقالات حتى يوم الأربعاء 149 جنرالا وأميرالا، وهو ما يمثل حوالي 40% من كل الجنرالات والأميرالات في تركيا وفقا لبيانات عسكرية. أوباما يحس الأمريكيين على الوقوف خلف كلينتون وينتقد ترامب. مزيد من جرعات الدعم ضخها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون قبيل نحو 3 أشهر من السباق نحو البيت الأبيض. فأثنى أمام مؤتمر الديمقراطيين في فيلادلفيا على صفات كلينتون الفريدة بحسب وصفه، ورأى أنها الأكثر استعدادا من أي شخص آخر للوصول إلى موقع الرئاسة. كذلك هاجم الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري دونالد ترامب منتقدا جهله بالكثير من الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية. لم يكن هناك قط أي شخص، رجلا كان أو امرأة، ولا أنا ولا بيل أهلا بالرئاسة الولايات المتحدة أكثر من هيلاري كلينتون. هذه الليلة أطلب منكم أن تفعلوا مع هيلاري كلينتون ما فعلتموه معي. أنا متفائل بشأن مستقبل أمريكا أكثر من أي فترة. أمريكا عظيمة بالفعل وهي قوية بالفعل، وأؤكد لكم أن قوتنا وعظمتنا لا تعتمد على دونالد ترامب. القيم الأمريكية هي التي جعلت الولايات المتحدة عظيمة، لا الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي، وهذا ما يجعل كل من يهدد قيمنا سواء كان فاشيا أو شيوعيا أو جهاديا أو محرضا نشأ في الداخل يخسر في النهاية. من جهته جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وصف ترامب بالانتهازي الذي ليس لديه فكرة عن كيفية جعل الولايات المتحدة عظيمة أو كيفية مساعدة الأسر العاملة، إشارة إلى أن كلينتون نالت قبل أيام ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في خلال مؤتمر الحزب في فيلادلفيا، على أن تقبل الترشيح اليوم لتصبح بذلك حاملة لواء الديمقراطية ضد دونالد ترامب في انتخابات 8 من 20 الثاني المقبل. أهلا بكم من جديد. بعد تعرضه لوعكة صحية من جراء إضرابه عن الطعام، قام فريق من الصليب الأحمر اللبناني بمعاينة المياوم المضرب عن الطعام ربيع الصايغ في خيمته التي يعتصم فيها داخل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان. ومياومو الكهرباء يستكملون انتفاضتهم لتحقيق مطالبهم في البقاع. قطع مياومو واجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان لدوائر البقاع 8 طريق شطورة في الاتجاهين لبعض الوقت، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم العمالية وإدخالهم في ملاك المؤسسة. ونفذوا اعتصاما مركزيا في ساحة شطورة وسط انتشارا لعناصر قوى الأمن الداخلي. نحن مياومي كهرباء لبنان جينا على ساحة شطورة حتى نقول يا عيب الشوم على أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، يا عيب الشوم على مؤسسة وإدارة كهرباء لبنان اللي من 20 سنة يا أستاذ كمال حايك أنت طالب 1800 يوم للضرورة، وبعد 20 سنة بعد نفل من عندك 5-6 آلاف موظف جاي اليوم تقول بدي 800 مياوم. يا عيب الشوم على هاي الإدارة الفاسدة، يا عيب الشوم على وزير الطاقة وعلى وزير العمل. أنت مشروع رئاسة الجمهورية يا جنرال، بتمنى من حضرتك ترأف بهؤلاء الناس، الناس المحرومين، الناس المظلومين، هؤلاء الناس على مدى عقدين هم هؤلاء الذين بنوا مؤسسة كهرباء لبنان على أكتافهم، ما زالوا محرومين. أنت يا عماد عون يا فخامة الرئيس المقبل إن شاء الله، أنت مشروع رئيس جمهورية، ما بيسوى تحط راسك براس مياوب يا جنرال. وأكد المياومون استكمال تحركهم إلى حين تحقيق مطالبهم قبيل فتح الطريق أمام السيارات وعودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة. أفاد مراسل الجديد في بعلبك شوق سعيد بأن الجيش ينفذ منذ فجر اليوم عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بريتال على خلفية عمليات خطف وشراء وإتجار بمسروقات وتجارة ممنوعات. مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى وزارة الدفاع وكلمة يلقيها الوزير سمير مقبل. مرخصة لحتى يعالجوا الأضرار يلي صايرة ويوقفوا كل هالتلوث يلي ناتج عنهم وكبوا بمجرى نهر الليطان.
وكونوا على الأكيد أنه هالقرارات كلها اتخذت لح تتنفذ، ولح نطلب كمعنا من جميع السياسيين والزعماء أنه لا يتدخلوا بقضايا المعالجة، يعني أنه ما في حدا بخص حدا لحتى يتداخل بأي شيء أبدا. هالقرارات لح تتنفذ. المراقل ترجع تساوي العمل على هذه المادة ممكن ترجع تأثر سلبا. المرخصة راجعة لوزير الداخلية بتطبيق بسماح لهم انه يرجعوا يبلشوا اذا طبقوا جميع المستلزمات. معالي الوزير، مرحلة تنظيم يعني هلا عم نحكي عن مرحلة معالجة، التنظيم اي متى رح يبلش؟ مين رح يتولى؟ قضية التنظيم بتصفي عملية هينة، حيث اهم شيء انه نوقف التلوث. إذا ما وقفنا التلوث، إذا نظفنا هلا مجرى النهر والتلوث وحده موجود، شو بنكون عملنا؟ ما بنكون عملنا شيء. نعم. بنشوف بعدين بناخذ القرار مين هول، هي الهيئة الإغاثة، هل هو مجلس الماء والأعمار، هي هل هو غير إدارة، نبحث فيها هي. هيدي بتصفي المرحلة الثانية. خلينا نضل بالمرحلة الأولى انه نعالج التلوث ونوقف التلوث، بعدين بننتقل للمرحله الثانيه. ممكن تكون شركه خاصه، لان في كلام قال انه هناك مسعى لتنظيم شركه معينه. لا 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 لا، ما نرجع لذات الغنيه، في شركات بتخص فلان وبتخص فلان، بعد شيء قايل ما نحط السياسيين على جنب بهالقرارات اللي اخذناها لحتى تتنفذ. ما 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 في تركيبات، يعني كوني على ثقه، اي لجنه انا مسؤول فيها والوزراء المسؤولين فيها ما رح يصير في تركيبات تكون عسرة. في عندك مرائب غير مرخصة هاي. صح؟ نعم. غير مرخصة هي الأخطر. تعطيها، رح نوقفها من هلأ لأسبوع. ورح نوقف مؤقتا المرامل المرخصة لمعالجة الأضرار يلي قاموا فيها. يعني اليوم قاصين جبل وقايمينه وعم بيصير في تشليق وعم بيروح على النهر، هيدي كمان رح تتوقف لحين معالجتها. فينا نسألك سؤال بالسياسي على الغرناطة؟ يلا. التعيينات الأمنية شو رح يصير فيها؟ دين معين ولا بدنا نمدد ولا شو؟ شو هاي؟ التعيينات الأمنية. أول شيء مثل ما بتعرفوا شو بجاوب أنا، لنوصل عليها ونصلي عليها. لنوصل عليها، طيب شو عيب في بعد في شهر لقضية أمين سر العام لمجلس العسكري، ما هيك محمد اللواء محمد خير، بعدين لآخر شهر الجاي قضية شو اسمه رئيس الأركان وقائد الجيش. بعد في وقت يعني بصير في، ما عم شوفي شو عم بصير كل جمعة شيعة على بنيس شيء بألمانيا شيء كذا، عم بيصير في تطورات طولي بالك. عم تعمل اتصالات على الوقت الرئيس كنت بلشت. طبيعة أنا كوزير دفاع مسؤول عن هالقضية بدي أخذ رأي جميع الزعماء السياسيين والمكونات السياسية الموجودة لحتى أتصرف. معالي الوزير رئيس الأركان لم يعد هناك إمكانية للتمديد لإله مرة جديدة، بينما مين؟ رئيس الأركان. لا، رئيس الأركان ما في بقى مجال للتمديد أبدا. قيادة الجيش بعد معقول يتمدد له سنة، بس رئيس الأركان بده يتعين لا مجال. في انتخاب لرئيس الجمهورية رئيس قريبا؟ ولا تفاءلوا بالخير تجدونه. يعطيك العافية. إذن كان هذا تصريح الوزير سمير مقبل من وزارة الدفاع. إلى أخبارنا الإقليمية، نفى الكرملين الأنباء عن زيارة سرية للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في حزيران الماضي، وكانت مصادر صحيفة الجمهورية اللبنانية قد كشفت أن الأسد زار موسكو سرا الشهر الماضي، وتحديدا قبل أيام معدودة من الزيارة الرابعة هذا العام لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية. ولفتت المصادر إلى أن الأسد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وطرح معه كل نقاط خطة آب، إضافة إلى مرحلة ما بعد التسوية السورية وتحديدا ملف التسوية الإسرائيلية السورية.
أعلن المتحدث العسكري الأمريكي في العراق أن القوات التي تقاتل بدعم من الولايات المتحدة للإطاحة بداعش من شمال سوريا جمعت كنزا ضخما من الوثائق والبيانات التي تخص التنظيم، ما قد يلقي مزيدا من الضوء على عملياته، موضحا أن المواد تشمل دفاتر وأجهزة كمبيوتر محمول ومفاتيح USB وكتب رياضيات وعلوم. ولفت المتحدث إلى أن التحالف يقوم بتحليل هذه المواد ومعظمها بالعربية، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا قبل البدء في توصيل النقاط ومحاولة تقرير من أين نبدأ في تفكيك داعش. أعطى تنظيم القاعدة الضوء الأخضر لجبهة النصرة من أجل الإعلان عن فك الارتباط به. وفي رسالة صوتية منسوبة للنائب العام للقاعدة أحمد حسن أبو الخير، دعا فيها زعيم النصرة أبو محمد الجولاني إلى المضي قدما بما يحفظ مصلحة الإسلام بحسب الرسالة الصوتية. فإننا نوجه قيادة جبهة النصرة إلى المضي قدما بما يحفظ مصلحة الإسلام والمسلمين ويحمي جهاد أهل الشام، ونحثهم على اتخاذ الخطوات المناسبة تجاه هذا الأمر. وهذه خطوة منا ودعوة كذلك لكل الفصائل المجاهدة على أرض الشام أن اجتمعوا على ما يرضي الله، وتطاوعوا فيما بينكم، وتعاهدوا على الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الظلم والكفران. في السعودية أقدم إعلامي على قتل زوجته طعنا في المنطقة الشرقية ما أدى إلى وفاتها. وقال شقيق الضحية علي المليحان: كانت أختي عائدة من عملها، ترصد لها المجرم قرب بيت والدها وطعنها طعنات عدة حتى سقطت في الشارع. وأضاف أن زوجها اعتدى عليها سابقا حتى اضطرت لطلب الخلع. مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية أوضح أن الجاني وبعد فعلته توجه إلى المنزل وطعن شقيقة زوجته قبل أن يلقى القبض عليه. جريمة مروعة ارتكبت في اليابان وراح ضحيتها 19 قتيلا و25 جريحا من نزلاء مركز يعنى بالمرضى الذين يعانون من إعاقة بالغة. الجريمة نفذها شاب ياباني كان موظفا سابقا في المركز غربي طوكيو حيث وقعت الجريمة. وذكرت يابانية أن الشرطة نقلت عن المشتبه به قوله: أريد التخلص من المعاقين في هذا العالم. وقالت تقارير أخرى أنه قام بفعلته انتقاما لطرده من وظيفته في المركز. كان في العناوين: وزير الداخلية متفقدا مكتب تحسين خياط، مهمتنا القبض على الفاعل. وزارة الداخلية رح تقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية. مجلس الشورى العسكري التركي يجتمع وجولن قد يطلب اللجوء إلى مصر. أوباما يحشد لكلينتون ضد ترامب المدمر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار ولكل جديد تابعونا على موقعنا الجديد .tv وأيضا عبر فيسبوك الجديد أونلاين وعبر تويتر الجديد نيوز. ألقاكم في النشرة المسائية.